امير من مقر اقامه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نبقى بنحتفل مع امير هشام من مقر اقامه النادي الاهلي، وطبعا نبقى بنحتفل معاك ان شاء الله بكره وبعده ان شاء الله بتخطي النادي الاهلي لعقبه البايرن ميونخ. بيتهيالي انه التوتر والضغط اللي كان على لاعيبه النادي الاهلي في مباراه الدحيل اكتر بكتير جدا من الضغط والتوتر والقلق اللي طبعا على لاعيبه النادي الاهلي في ماتش البايرن ميونخ. متفقه معاك، يعني انت داخله ماتش الدحيل وانت مطالبه بتحقيق مكسب، لكن انت مش مطالب دلوقتي انك تفوز. صحيح، لا هي مش حكايه انت مطالب انك تفوز، بس اقصد اقول انه ايا كانت نتيجه المباراه ما حدش هيقدر يلوم عليك. احنا بالضبط اللي عايزينه من لاعيبه النادي الاهلي، ودي يمكن يكونوا بالنسبه لهم هم اولويه قصوى، ان هو يمتع نفسه، ان هو يعمل مباراه محترمه، ان هو يبذل اقصى ما عنده. النتيجه ايه مش فارقه معانا يعني، وحته ان ما فيش ضغط عليكي او ما فيش لود على كل اللعيبه، او الضغط الاكبر على بايرن ميونخ اللي هو المرشح الاول للفوز بالبطوله، واي نتيجه غير الفوز هتبقى بالنسبه له انتكاسه او مشكله او فيها صعوبه كبيره جدا. بالزبط. وبالتالي ده عامل نفسي يساعدك افكرك بماتشين مهمين جدا. مش هروح لبعيد، ماتش مصر والبرازيل. انت صح. وماتش مصر انت وايطاليا. صح. ده انا كنت هقولها دي احسن. يعني الماتشين دول احنا لعبنا في، يعني انا عايز اقول لك ان ماتش البرازيل يمكن رغم ان احنا خسرناه 4-3، لكن لما تدخلي النهارده مثلا على اليوتيوب او على موقع تتفرج على الهايلايت، الناس بتتفرج على الماتش وهي مستمتعه كانها كسبته. ايطاليا كان مباراه صعبه جدا، لما تيجي تشوفي فرق الامكانيات ايطاليا بطل عالم. صح. لما تقارني الارقام وتقارني الانديه وتقارني كل حاجه في المنظومه وتقارني بين ايطاليا ومصر، طبعا كفه ايطاليا اتقل بكتير جدا. لا، واهم ما فيه في ماتش مصر والبرازيل اللي قاله كابتن حسن شحاته بين الشوطين للعيبه، ان انت دلوقتي انت بتلعب قدام البرازيل، استمتع بالكره اللي عندك، مش انت لاعب كوره، مش انت بتحب الكوره، انا مش عايز منك حاجه غير ان انت تستمتع، ادخل واعمل اللي عندك وخلاص. وبعدها شفنا اللعيبه ازاي قدرت ان هي شفنا البرازيل شفنا بس 4-3 حلوه قوي طبعًا. يعني 4-3 كنا حاسين بفخر. سيبك من سكور، انا بتكلم على الماتش، على الروح، على الاداء، على المستوى اللي قدمتيه. الفوارق كلها دابت، يعني اللي يبص على انا فاكر معلق المباراه كويس جدا كان بيقول انه مصر هي البرازيل يعني مقارنه بالتاريخ طبعا والانجازات. على كل الاحوال نعدي على اخبارنا بسرعه، وعندنا كلام كتير متعلق طبعا بوجهه نظر البايرن. انا مهم جدا حلقه النهارده انقل لحضراتكم انا وساره البايرن باصص لماتش الاهلي ازاي، واعتقد انه في بين البايرن والاهلي تاريخ طويل يعني هنستعرضه مع حضراتكم طبعا، لكن تظل المباراه اللي جايه دي هي الاهم. طبعا مستر موسيماني يمكن هيعمل محاضره فنيه لعيبه النادي الاهلي بالفيديو وهيبتدي يفكر بقى. وانا الحقيقه يمكن دي نقطه برضو عايزين نتكلم فيها، ماتش البايرن وعايزين نسمع راي حضراتكم. ماتش البايرن يلعبوا الاهلي بطريقته التقليديه 4-2-3-1، ولا تعتقد ان مستر موسيماني ممكن يغير في الطريقه وممكن يغير في التشكيل؟ احنا بنتكلم على الماكينات الالمانيه، بنتكلم على اعلى مستويات السرعه، اعلى مستويات اللياقه البدنيه، واعلى مستويات المهاره، وبالتالي مجهود كبير جدا هيبقى مطلوب من الجهاز واللعيبه استعدادا طبعا لماتش البايرن. هل طريقه هيكتور كوبر انت نازل تدافع انا اعتقد انه طريقه مستر موسيماني، انا وجهه نظري يعني، دي وجهه نظر ده رايي يعني ما مفهوش صح وغلط، بس ده رايي انه بتاعت الطريقه الانسب هي 4-3-2-1 لانه محتاجين نعمل كثافه ومحتاجين في نفس الوقت نستغل. انا بتهيألي ان البايرن هيهاجم من اول لحظه وهيحاول ياخد المبادره وهيحاول يسجل بالزبط هدف بدري. اعتقد ان احنا لو قدرنا نعمل التوازن بما ان احنا نقفل كويس جدا باربعه ورا وثلاثه في نص الملعب، سوليا وديانج وحمدي، وعندنا قدام مثلا قفشة ومعاه شريف، واعتقد انه كهربا او بواليا في الماتش ده هيكونوا سرعتهم مفيده جدا، اعتقد ممكن دي تكون الخطه الانسب لمواجهه البايرن. بمناسبه الكلام والتحليل على مباراه بايرن ميونخ يا احمد، وهحاول ما اطولش عشان عارفه وقتنا، ولكن بمناسبه ان احنا من اول ما عرفنا في القرعه ان احنا هنلاعب بايرن ميونخ لو قدرنا ان احنا نفوز على الدحيل، الحقيقه كان في هجوم كبير قوي على صفحتنا على قناه الاهلي، هجوم كبير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي من ناس كتير الحقيقه، انه ايه ده، دول بيتكلموا على بايرن ميونخ، دول الحق قناه الاهلي قاعده بتحلل مباراه بايرن ميونخ وبتتكلم على مباراه بايرن ميونخ. ما هو انا ده خصم او منافس محتمل ان انا اقابله في بطوله، لازم ان انا اتكلم عليه زي ما بتكلم على اي منافس تاني ان انا هقابله، سواء كان الدحيل، بايرن ميونخ، بطل امريكا الجنوبيه، اي حد لازم
انا يعني لو انت مش مستوعب ان انا هواجه بايرن ميونخ في بطوله عالميه فدي مشكلتك، لو انت مش بتواجه بايرن ميونخ غير في البلاي ستيشن فدي مشكلتك انت، لكن النادي الاهلي هيلعب مع بايرن ميونخ، النادي الاهلي بيكتب التاريخ، النادي الاهلي المفروض، انا اسفه ان كل اللي بيهاجم النادي الاهلي في اللحظه دي ان احنا بنتكلم على ان احنا عندنا مباراه مع بايرن ميونخ، المفروض هو يبقى مبسوط انه في فريق مصري بيشرف الكره المصريه ايا كان مين الفريق ده، ايا كان انت بتشجع الاهلي او مش بتشجعه، دي وجهه نظري يعني. احنا في اجواء احتفاليه. لا برضه. احنا في الاربعه، احنا من الاربعه الكبار يعني، احنا ما بنلفتش انتباه يعني، انتباهنا الحاجات دي بتلفتش انتباهنا ولا نظرنا، اللي عايز يقول يقول، احنا بنكتب تاريخ. يا سلام. احنا يا سلام على هدوء. احنا رجال افعال لا اقوال يعني. انا بشوف الحاجات دي تحرق دمي، انت بص اعصابك هاديه. بصي اي حد سوي واي حد طبيعي، انا دايما بقول انه الرياضه مجال انه احنا نقرب من بعض ويبقى فيه حته صراع ومنافسه، بس في النهايه مفترض انها تكون شريفه. ما اعتقدش انه اي حد طالع بره الاطار ده يهمنا ان احنا نسمعه او يهمنا ان احنا نرد عليه صار، صح ولا ايه؟ يعني انا بحب ارد الصراحه يعني، عشان انا بحب ادافع، لانه بتضايق بجد انه انت المفروض تبقى مبسوط، ده الاهلي، الاهلي ده نادي مصري بيشرفك بيشرف في الكوره المصريه. توقعي انه الاهلي لو اتغلب من بايرن ميونخ رغم ان دي ممكن تبقى نتيجه منطقيه وطبيعيه جدا لفوارق كتيره جدا، بيقول لك موسيماني بقى له 32 مباراه ما خسرش، هيخسر دلوقتي من بايرن ميونخ، طب ما يخسر من بايرن ميونخ. على كل الاحوال ده كان نفس راي بوالي على فكره في بعض